مساء الخير يا شباب، احنا النهاردة هنكمل شرح للجزء الخاص بالتكنيكس الخاصة بالايديا جنريشن، واللي ابتديناها الاسبوع اللي فات باتنين تكنيكس اتعرفنا عليهم اللي هما كانوا المايند مابينج والبرين ستورمينج. ولو انتوا فاكرين الاكسرسايز اللي احنا عملناهم على كل واحد منهم وعرفنا الخصائص اللي بتميز كل تكنيك من التكنيكس الموجودة، فعندنا مثلا التكنيك بتاع البرين ستورمينج هو تكنيك بنستخدمه في الجروب ثينكينج، والهدف منه هو ان احنا نلاقي حلول مبتكره لمشكلات مجتمعيه موجوده ونحاول ان احنا نتغلب عليها بتخطي المشاكل زي ندره الموارد او ضعف الامكانيات الماديه او المخاطر او زي ما اتكلمنا باستفاضه في المحاضرات اللي فاتت. النهارده بقى هنكمل الشرح الخاص بالتكنيكس الخاصه بالايديا جنريشن، وهنعرض فيها الاربع تكنيكس مختلفه، هما السكس ثينكينج هاتس والورد كافيه والسكامبر والريفيرس ثينكينج. هنتعرف على كل واحده منهم في محاضره النهارده، وهيكون عليكم الدور ان انتوا تقوموا بتدريبات خاصه بالتدريب على كل واحده منهم زي ما هشرح لكم خلال المحاضره. وهنبتدي الطريقة الثالثة اللي هي الخاصة بالـ Six Thinking Hats أو القبعات الستة للتفكير. القبعات الستة للتفكير زي ما قلت لكم ان احنا هنتعرض هنا لفكرة القبعات الستة للتفكير اللي قدمها ادوارد بونو وهو باحث في علم الاجتماع في جامعة اوكسفورد في المملكة المتحدة، وهو قدم الفكرة دي او الكونسبت ده في عام 1992. الكونسبت بتاع القبعات الستة للتفكير هو كونسبت بيسمح بان احنا نتعرض لكل اوجه المشكلة اللي احنا بنحاول نحلها من طرق او من اساليب تفكير مختلفة او اتجاهات تفكير مختلفة. ففي كل مرة كأننا بنلبس قبعة، القبعة دي بتقول لنا اتجاه تفكير معين او بتخلينا نفكر في اتجاه تفكير معين، ومن خلال هذا الاتجاه التفكير بنحاول ان احنا نطلع الحلول من خلال هذا الاتجاه. الحقيقة ان القبعات الستة للتفكير لأدوارد بونو او Six Thinking Hats هي أسلوب مش بس علشان يولد الأفكار للحلول للمشكلات المجتمعية، ولكن هو كمان طريقة لاتخاذ القرارات، فممكن إن احنا نستخدمها لو احنا في اجتماع في شركة أو في مؤسسة وعايزين نتوصل لقرار معين، وبالتالي المجموعة أو التيم اللي بيشتغل على المشكلة دي بيبتدي يتبع هذا الأسلوب، وهو أسلوب ناجح جدا وبيساعد فعلا في اتخاذ القرارات السليمة. الأسلوب ده كمان بنسميه الـ parallel thinking أو التفكير المتوازي، لأن إحنا هنا في كل مرة بنفكر في كل الحلول أو في كل الأوجه المختلفة للمشكلة، وبالتالي فهو بنفكر مش من ناحية واحدة أو من perspective واحد، لأ من كذا. الفكرة كلها بتقوم على إن إحنا عندنا ست قبعات مختلفة، في كل قبعة بيبقى ليها لون مميز ليها، والقبعات دي كل واحدة منهم بتعبر عن اتجاه في التفكير. تعالوا نشوف الست قبعات المختلفة. القبعة الأولى وهي القبعة البيضاء أو الوايت هات. القبعة البيضاء أو الوايت هات هي بتتكلم هنا لو إحنا لبسناها، فهنا بنتقمص الدور إن إحنا لازم نقول حقائق عن المشكلة الموجودة، لازم نقول بيانات، لازم نقول معلومات حقيقية بدون ما ندخل فيها الاعتبارات الشخصية أو الأحاسيس والمشاعر الأخ. وبالتالي فالوايت هات هي نيوترال لأنها بنقول فيها data أو facts أو information.
نتنقل للقبعة التانية اللي هي الراد هات. وقبعة الراد هات لو لبسناها فهنا بنطلب من المجموعة إنها تتكلم على المشكلة بمشاعرها، باللي هي حاساه، باتجاهاتها، بالانتويشنز بتاعتها أو الانستينكت بتاعتها، يعني الحدس اللي هي بتحس بيه. تمام؟ طيب، فهنا بنتكلم على المشاعر. انا حاسس ان مثلا ان المشكله الحقيقيه في ازمه ازدحام الطرق في منطقه الجيزه هي بسبب كثره مثلا السيارات الخاصه اللي الناس بتستخدمها. هنا ده احساسك، ده مش مبني على بيانات حقيقيه او ديتا. فهنا لو انا بلبس الريد هات فهيبقى هنا بندور على الايديز او المسببات المشكله من وجهه نظر الاحاسيس فقط وليس من وجهه نظر الديتا والفات. طيب لو اتنقلنا للقبعه الثالثه وهي البلاك هات، وهنا البلاك هات او القبعه السوداء لما بنلبسها هنا بنقول ايه هي المشكلات اللي ممكن تقابلنا واحنا بنعرض حلول معينه. فمثلا لو احنا قلنا ان احنا نوسع مثلا خطوط المترو كحل من حلول، او ان احنا نزود الكثافه العدديه للرحلات بتاعه المترو، فهنا في البلاك هات لو احنا لابسين البلاك هات هنتكلم فيها على الديفيكولتيز او المشكلات. لا ده ممكن يكون تكلفته عالية، ده ممكن يكون ممكن يسبب مشكلة في ازدحام الطرق اكتر، لان احنا علشان نزود عدد الرحلات يبقى محتاجين قطارات زيادة، يعني محتاجين ان احنا نعمل مثلا خطوط سكك حديد اكتر، يعني and so on. فده بيبقى البلاك هات احنا بنوجه التفكير للمشكلات والبوتنشال بروبلمز. بيواجه البلاك هات اللي هي بتركز في الاساس على المشكلات وايه هي المشاكل اللي ممكن انها تظهر قدامها. ممكن ان احنا نلبس اليالو هات، واليالو هات هنا بنقول ايه هي المميزات لكل سولوشن، يعني بحط المميزات. السولوشن ده لما هتبناه هيكون والله ده هيوفر لي بعد كده، صحيح هدفع فلوس دلوقتي لكن ممكن ان هو يوفر لي فلوس فيما بعد، ممكن ان هو يغنيني على ان انا اعمل استثمارات اخرى يمكن تكون اكبر، مثلا في ان انا انشئ كباري علويه او ان الناس تبتدي تفكر انها تجيب اتوبيسات. يعني لما بنلبس اليالو هات او لما بنرتدي القبعه الصفراء هنا بنحاول نركز فيها على المميزات لكل حل من الحلول اللي احنا بنطرحها. طيب في الجرين هات لما بلبسها هي دي الهات اللي احنا لازم نلبسها واحنا بنجنريت السولوشنز. هنا الهات دي بتتكلم على الابداع والابتكار والحلول المبتكره والبدائل المختلفه والافكار الجديده، وبالتالي الجرين هات لما بلبسها بطلع حلول جديده، بطلع حلول مبتكره. يفضل لي البلو هات. البلو هات الحقيقه ان احنا لازم نلبسها لما بنكون عايزين نركز على ان احنا نعمل مانجنج للبروسيس بتاع ارتداء القبعات، وازاي الناس هتبتدي تتكلم، التيم او الجروبس اللي بتقوم بالاكسرسايز ده او بالتدريب ده ازاي هتبتدي تناقش الموضوع، السيكونس بتاع المناقشه هيمشي ازاي، احنا عايزين نخرج بايه. وبالتالي بلو هات كانها الهات بتاعت ميسر الجلسه او السيشن دي او التدريب ده. البلو هات الحقيقه لو احنا 20 دقيقه علشان نعمل الاكسرسايز لكل جروب من الجروبس اللي انتوا عملتوها قبل كده، فاعتبروا نفسكم ان انتوا موجودين في الجروبس بتاعتكم وابتدوا اشتغلوا على ايجاد حلول من خلال استخدام الاسلوب اللي احنا بنتكلم عليه او اللي احنا اتعرفنا عليه دلوقتي اللي اسمه اسلوب القبعات السته للتفكير لادوارد دي بونو. طيب بعد ال 20 دقيقة لما هتنتهي
نوع تاني من أنواع أو من التكنيكس اللي بنستخدمها لتوليد الأفكار، وهي الوورد كافيه. الوورد كافيه من اسمها واضح إن إحنا في environment أو في بيئة بتشابه الكافيه العادي، سواء كان الكافيه التقليدي المصري أو الكافيه العادي اللي زي اللي أنتوا تعرفوه زي بينوس ستاربكس. احنا في الكافيه في العادي بنعمل ايه؟ بنقعد على ترابيزات وبنتجاذب اطراف الحديث، وبيبقى في مجموعه قاعده والمجموعه دي بتتكلم حوالين موضوع معين. هو ده نفس فكره الوورد كافيه، بس المره دي ان اطراف الحديث مش بتيجي او بنتجاذب موضوع عشوائي، لكن الموضوع احنا بنختاره على الترابيزه اللي هنقعد عليها، والموضوع ده بيكون هو المشكلة اللي احنا عايزين نجد لها حلول مبتكرة. فلو افترضنا ان احنا زي ما كنا في المحاضرة السابقة كنا مقسمين بعضنا لمجموعات، وكل مجموعة كانت قاعدة على ترابيزة، فهنعتبر ان احنا كده في وورد كافيه. بيبقى فيه هوست او مضيف او الشخص اللي هو بيبتدي يعرض على بقية الأشخاص المشكلة اللي هم هيتناقشوا فيها ويحاولوا إن هم يخرجوا بأفكار، وده اسمه المضيف أو الهوست. كل ترابيزة هتتناول موضوع معين، وهيبتدي كل المشتركين أو الجالسين على المنضدة الواحدة أو الترابيزة الواحدة إن هم يحاولوا إن هم يخرجوا بأفكار جديدة. التكنيك ده بيشجع جدا على طريقة العمل الكولابوريتيف أو التعاونية، بيشجع جدا على إن الأشخاص كلهم يتشاركوا في توليد أفكار، إن ما يبقاش في حد بس هو اللي بيولد فكرة والآخرين قاعدين مش بيتكلموا. فالورد كافيه أسلوب بيشجع على الانجيجمنت، على الكولابوريشن، بيشجع إن كل الأشخاص يشتركوا سويا علشان يقدروا ينتجوا حلول مبتكرة للمشكلات اللي بتواجه. الحقيقة إن كل إن فكرة الورد كافيه مش بتتم مرة واحدة، ولكن هي قائمة على التكرار أو الاتريشن، بمعنى إننا هندي وقت مثلاً لتباحث الموضوع مثلاً 10 دقايق، بعد 10 دقايق ما تنتهي الأشخاص الموجودين على الترابيزة باستثناء المضيف هيقوموا ويتحركوا ويروحوا في ترابيزات أخرى، وبالتالي ده بيساعد على إن الفكرة أكثر من شخص يتناولها، وبالتالي أو المشكلة أكثر من شخص يتناولها، وبالتالي ده بيسمح بتعددية وجهات النظر، وبيسمح بإن ده نطلع بيه بحلول أكثر. والحلول أما كل ما كانت كميتها تبقى أكثر، كل ما كان ده بيدي إمكانية لإن إحنا نلاقي حلول مبتكرة للمشكلة اللي إحنا بنتكلم عليها. فلو هنعمل الراوند دي مثلاً 3 أو 4 مرات، في كل مرة المدة بتاعت الراوند تكون حوالي 10 دقايق، وبعد 10 دقايق الناس بتبتدي تتحرك وتروح على ترابيزات أخرى، وكل ترابيزة بتطرح على الناس الجديدة اللي بتنضم ليها المشكلة، وبتبتدي تسألهم على الحلول. طيب طبعا الفورمات بتاع الوورد كافيه له مميزات كبيره، ان هو زي ما قلنا قبل كده ان هو فيه نوع من الحيويه، التعاون، التحميس على ان الاشخاص اللي قاعدين على نفس او بيشاركوا نفس الترابيزه ان هم يدخلوا في حوار مثمر ينجم عنه ان احنا نحل المشكله. كمان ده بيساعد على ان احنا نطلع بحلول كونستركتيف او يعني متسقة او مرتبة علشان اطلع بحل للمشكلة اللي انا
احلها. الجايد لاينز، الورد كافيه جايد لاينز بسيطه، او الاطار العام ان احنا نعمل الاكتيفيتي دي بسيط جدا. ان احنا اول حاجه ان احنا بنقول للناس في كل مره، الهوست بيعرف الاشخاص اللي هييجوا يقعدوا معايا على الترابيزه، احنا جايين بنجتمع علشان نحل مشكله ايه. نمره اتنين، لازم الهوست ده يبقى شخص بيحمس الناس على ان هم يكونوا مشاركين ومبادرين، ويشجعهم على ان هم يخرجوا الافكار. من اهم الحاجات اللي الهوست لازم يقوم بيها كمان، ان هو يساعد الناس على ان هم يطلعوا الحلول الهيدن او المختفيه، فبيساعدهم على ان هم يصيغوا ان احنا السؤال مثلا ما يبقاش سؤال مطاطي واسع كبير عام، لا، السؤال اللي بيسأله او البروبلم اللي هو بيحاول الناس انها تنجيج فيها لازم يكون بروبلم محدد. وده نفس التأكيد اللي احنا بنأكده في كل مرة مع كل تكنيك احنا بنستخدمه. كمان لازم نحمس ان كل الاشخاص الموجودين على المنضدة ان هم يشتركوا في محاولة ان هم يخرجوا حلول مبتكرة. الكونتكست ده بيساعد على التنوع وتنوع وجهات النظر، مما يسمح بان احنا يبقى عندنا اكثر من وجهة نظر للمشكلة الواحدة، وبالتالي نخرج بحلول مختلفة. علشان نعمل الورد كافيه، الهوست بيدون على طول الكومنتس اللي بتتقال او الحلول اللي بتتقال، بيدونها دايما في ورق، والورق ده بيكون موجود على الترابيزه علشان لما تيجي مجموعه جديده يشاركها اللي توصل لها الحلول اللي توصل لها من المجموعه السابقه، ويساعدهم على ان هم ييجوا او يخرجوا بافكار جديده. اخر حاجه لازم نعرفها واحنا بنعمل الاكسرسايز ده، ان بعد ما المجموعات خلاص هتعمل الدوره بتاعتها وتلف على الترابيزات المختلفه، هيبقى مطلوب من كل مجموعه انها تشارك الحلول اللي هي خرجت بيها للمشكله اللي عندها مع المجموعات الاخرى، علشان كمان تسمع من المجموعات الاخرى اذ ربما يكون هناك بعض المقترحات اللي خاصه بهذه المشكله اللي بنتناولها. وبالتالي الورد كافيه الحقيقة تعتبر من أكثر الوسائل لتوليد الأفكار أكثرها مشاركة وأكثرها أخذ في الاعتبار لرأي للآراء المختلفة للمشاركين في المجموعة أو في المشاركين في التيم أو الفريق اللي بيشتغل على حل المشكلة. علشان نعمل الورد كافيه اكسرسايز هنبقى محتاجين ان احنا نتقسم لمجموعات، وليكن 3 او 4 مجموعات، في كل مجموعة هيكون في 5 اشخاص. كل مجموعة هتبتدي تحدد لنفسها المشكلة او البروبلم اللي هي عايزة تحلها، وبعدين هتبتدي يكون لكل مجموعة هوست، والهوست ده هو اللي ما بيتغيرش من على الترابيزة، وبقية الفريق أو الأربعة الآخرين هم اللي هيتحركوا ويروحوا لترابيزات متفرقة. هنعمل الإكسرسايز ده في كل مرة هناخد 10 دقايق، وهنعمله مثلا 3 مرات، وبالتالي فمدة الاكسرسايز هيكون في حدود 30 دقيقة. بعد كده بناخد ريفليكشن 5 دقايق على كل ترابيزة، نعرف منها هي توصلت لإيه هي الحلول. دايما هفكركم ان انتم ما تنسوش ان احنا محتاجين دائما ان احنا نشارك الحلول بتاعتنا في كل دورة مع الناس الجديدة علشان ما نكررش الأفكار. هننتقل بعد كده
الطريقة الثالثة اللي هنعرضها النهاردة واللي هي اسمها طريقة سكامبر. طريقة سكامبر هي طريقة بنستخدمها بتعتمد على استخدام ما يطلق عليه الأكشن فيربس أو الأفعال. الأفعال الاسكامبر هي اختصار لمجموعة من الأفعال اللي احنا عايزين نستخدمها واحنا بندور على حلول للمشكلة بتاعتنا. فأول حرف اللي هو الاس بيرمز لكلمة substitute، يعني ان احنا نستبدل فكرة قديمة بفكرة جديدة، او نستخدم او نستبدل منتج قديم بمنتج جديد. فده أول حاجة substitute. الكلمة الثانية أو الحرف الثاني هو السي، وهو بيرمز لكلمة combine، وكلمة combine إن إحنا نمزج أو ندمج فكرتين أو حلين مع بعض فيطلع حل جديد، والحل الجديد ده ما بيرمزش الواحد من الحلين، لا هو عبارة عن خليط بين الحلين اللي احنا او اكثر من حل اللي احنا هندمجهم سويا. ثالث حاجة ان احنا to adapt. adapt يعني ان احنا نحاول ان احنا نلاقي حلول للتكيف. الحل الرابع او الحرف الرابع اللي هو M اللي هو بيرمز لكلمة modify أو magnify. modify يعني إن أنا أعدل، وبالتالي فلو في عندي طريقة مثلا لإنتاج منتج معين بطريقة تقليدية، فأنا ممكن أعدل في طريقة الإنتاج دي علشان نطلع بحل يزود الكفاءة الإنتاجية لهذا المنتج، أو إن إحنا نكبر أو نزود في مثلا مكون معين علشان يساعدني على إن أنا أحل الموضوع أو المشكلة اللي عندي بطريقة أحسن وأكثر ابتكاراً. البي بتتكلم عن purpose، وهنا إن إحنا بنحاول نلاقي حلول تركز على الهدف الرئيسي من حل المشكلة، وليكن مثلا معالجة سوء التغذية في منطقة نائية في محافظات الصعيد. فهنا أنا عايز إن أنا ألاقي حل لعلاج سوء التغذية، ولكن حل يكون علشان لما هنعالج سوء التغذية البيربز بتاعنا إن احنا نحسن صحة المواطنين فيقدروا يشتغلوا مثلا. To eliminate. هنا to eliminate أو الحرف الإي بيرمز لكلمة eliminate، يعني إن إحنا نستبعد الحلول اللي مش هتكون بالنسبة لنا يمكن إن إحنا نحققها في الوقت الحالي نتيجة مثلاً ضعف الموارد، أو إن ما فيش إمكانيات تكنولوجية بتعملها، أو إن ما فيش رغبة مجتمعية إن إحنا ننفذ هذه الحلول. مثلاً زي مثلاً لما حد يقول إن أنا هحل مشكلة ازدحام المدن أو المناطق السكانية في وسط المدينة مثلاً بإن إحنا نعمل مثلا تلفريك، طبعا الحل ده حل ما هوش يعني مرغوب في الوقت الحالي، او ما هوش حل ينفع ان احنا نحققه في الوقت الحالي في وسط المدينة. اخر حرف اللي هو حرف الار بيرمز لري ارينج. ساعات كتيرة قوي لما بتكون المكونات المشكلة مبعثرة أو مطروحة بشكل عشوائي غير منظم، ده بيخلينا ما نقدرش نوصل لحل مبتكر بشكل صحيح، وبالتالي باستخدام أسلوب السكامبر بنقدر إن احنا نعمل ريأرينج للمشكلة أو نعيد تنظيم المشكلة بشكل يساعدني على إن أنا أخرج بحل مبتكر. الحقيقة إن السكامبر هو أسلوب معروف، اللي فكر فيه هو واحد اسمه بوب أبري، وده بيساعد الأشخاص عامة إن هي تخرج بأفكار مبتكرة أو تعديلات على فكرة كانت موجودة عشان تحسن من أداء منتج معين أو إنها تنتج منتج جديد. فلما نيجي ننتج منتج جديد ممكن نحط المنتج الجديد أو نحط المنتج القديم ونفحصه بأسلوب سكامبر علشان نشوف إيه اللي ممكن
نستبدله فيه، ايه اللي ممكن ندمجه، ايه هي الوظائف اللي ممكن ندمجها مع بعض علشان المنتج ده يؤدي دوره بشكل احسن، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتكيف معاها او نتركها زي ما هي، ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعدلها فيها، ما كانتش بالنسبة لنا ما كانتش احسن حاجة، ما كانش احسن ديزاين للبرودكت ده، ايه الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نستخدمها استخدام اخر اصلا. يعني بدل ما كنا مثلا بنستخدم الغطاء ده بس علشان نغطي، لا احنا ممكن نستخدم الغطاء ده كمسند مثلا لحاجة معينة، وايه الحاجات اللي احنا ممكن نلغيها خالص من البرودكت ده ونستبدلها. زي ما قلت لحضراتكم ان الاسلوب ده بيساعد جدا على ان انا اطور في المنتجات، ان انا ادور على افكار جديده لمنتجات جديده، ان انا اعدل في طريقه الانتاج. فهو اسلوب ناجح وبيستخدم كثيرا في توليد الافكار وفي تطوير المنتجات. هنوصل لاخر تكنيك النهارده هنعرضه، وهو التكنيك الخاص بريفيرس ثينكينج. الريفيرس ثينكينج الحقيقه هي فكره مضحكه شويه، ولكن ساعات بتساعد فعلا على حل المشكلات. الريفيرس ثينكينج بنستخدمه من باب ان احنا نكسر الروتين التقليدي للتفكير في حلول ابتكاريه لمشكله معينه. فبدل من ان احنا نمشي في الخطوات التقليديه باستخدام اي من الطرق اللي احنا عرضناها قبل كده، بنمشي في طريقه مختلفه شويه في ان احنا نشوف ازاي نقدر نكبر المشكله. بدل ما نبقى بنتكلم على ان احنا ازاي نحل المشكله، هنا بنتكلم على ان احنا ازاي نكبر المشكله. طيب لو احنا مثلا بنفكر في مشكله زي مشكله الازدحام المروري في منطقه من مناطق وسط المدينه، ولتكن المنطقه المحيطه بجامعه القاهره، فاحنا في كل الطرق السابقه فكرنا في ان احنا ازاي نحل المشكله دي. لو استخدمنا اسلوب الريفرس ثينكينج هنقول لا، احنا ازاي نكبر المشكله دي. ايه الهدف من ان احنا نفكر ان احنا نكبر المشكله دي؟ الحقيقه ان احنا واحنا بنفكر في ان احنا ازاي نخلي المشكله دي اكبر، او ان احنا نعظم هذه المشكله، هنلاقي الحلول اللي هتحل المشكله. فمثلا فكرنا في الفكره اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الخاصه بحل مشكله الازدحام المروري في وسط المدينه، فهنقول ايه؟ لا احنا هندور على ازاي نزود الازدحام المروري. فهنقول مثلا ان احنا هنلغي خالص المواصلات العامه، وبالتالي الاشخاص اللي هم عايزين ينتقلوا من مكان لمكان في وسط المدينه هيضطر يركب تاكسي او يركب عربيه لوحده، وهنمنع خالص ان الناس تركب مع بعضها، وبالتالي عدد العربيات هيزيد، وبالتالي الازدحام المروري هيزيد. لو بصينا لها بقى من وجهه نظر الحلول، هنلاقي انه ممكن يكون الحل ان احنا نجمع الناس في وسائل مواصلات واحدة أو وسائل مواصلات جماعية، إن إحنا نضيق الشوارع وبالتالي الازدحام يزيد. فلو إحنا بنفكر بأسلوب الريفرس ثينكينج هنلاقي إن إحنا كل ما ضيقنا الشوارع كل ما الازدحام المروري زاد، ولأن مع زيادة عدد العرب السيارات اللي بتتحرك في المكان ده بالتالي هيزود الازدحام المروري. فيبقى الحل العكسي هو ان احنا نوسع الشوارع. فانتوا شفتوا هو ازاي هي فكرة ظريفة غير تقليدية بتحمس التفكير. فلما نلاقي نفسنا ان احنا زهقنا من الاساليب التقليدية، ما عنديش افكار، لا انا خلاص ما عنديش افكار، طب تعالوا نفكر باستخدام اسلوب الريفرس ثينكينج. فالريفرس ثينكينج اسلوب بيحفز التفكير لانه بنفكر بطريقة اللي بنسميها the negative challenge. فبدل ما نتبع الأسلوب التقليدي بنتبع أسلوب reverse challenge أو negative challenge. ليه؟ لأن ده بيساعدنا على إن إحنا وإحنا بنفكر في التفكير العكسي هنلاقي الحلول اللي هتحللنا المشكلة. بكده نبقى فعلا غطينا طرق مختلفة لتوليد الأفكار، وإحنا
ودي كانت أول خطوة عندنا علشان نعرف إزاي نولد فكرة مبتكرة. بكده نبقى غطينا أو خلصنا الفصل الخاص بالأيديا جنريشن، واللي فيه غطينا 6 أنواع من طرق التفكير المختلفة، بداية من البرين ستورمينج للمايند مابينج للسكس ثينكينج هاتس لطريقة الورد كافيه للسكامبر والريفيرس ثينكينج. أشكركم وأشوفكم في محاضرة قادمة.